كمتابعين بآخر فقراتنا من صباح نغير، وأكيد فقرتنا لليوم فقرة هيك طربية أكيد وتراثية سمر. دائما بصباحنا غير عنا حصة للمواهب الشابة المتميزة. أكيد يا زينب، واليوم معنا شابين أكيد إجوا من اللاذقية حاملين معهم صوتهم وآلتهم الموسيقية يلي عن طريقها بيوصلوا رسالتهم إلى العالم، رسالة حب وتراث وموسيقى. رح نتعرف عليهم المغني الشاب نوفل سلامة وعازف العود جميل هيفا. يسعد يسعد صباحكم وأهلا صباحكم وسهلا جميعا. فيكم. صباح يسعد صباحكم يسعد والحمد صباحكم. لله على السلامة. الله كيف يسلمك يا رب. اللاذقية؟ حلو اللاذقية، منيح. الجو حلو. هلا رح نبدأ معك نوفل أول شيء ونحكي شوي عن الموسيقى اللي عم تقدمها، كيف هيك بلشت وشو النوع يمكن اللي عم تحاول إنك تقتنيه لنفسك أو تغنيه؟ هلا هي بالبداية انه هواية كانت الاول، يعني من صغري انا اكتشفت هاي الهواية واهلي اكتشفوا في، فحاولت نميها بكل مراحل عمري طبعا، واشتغلت عليها شوي شوي لحتى صرنا هيك نطلع نعمل انتهى حفلات هيك نمتهنا. طبعا مو ما ممتهنينا نحن بشكل كامل، بس عم نحاول نشتغل شيء حلو، شيء مميز هيك، شيء راقي أكيد نخلي الناس تسمع شيء حلو. أكيد. مواهب شابة ومتميزة معنا اليوم، فينا نسمع بالبداية شيء منكم؟ أكيد تكرم. رح نسمع بالبداية موال الأستاذ العملاق المرحوم وديع الصافي. يلا. يابا ميل عخدك يا دنيا من دلالك ورد، يرمي شباك الهوى من غير أخد ورد. يابا ميل عخدك يا دنيا من دلالك ورد، يرمي شباك الهوى من غير أخد ورد. يابا من حين قلتي هنا اقصد يا زامي وردي يا باي، مايل عخدك يا دنيا من دلالك ورد، يرمي شباك الهوى من غير اخد ورد. يابا من حين قلتي هنا اقصد يا زامي وردي يا باي، يا بلاح لاح السراب وقلت، يا بلاح السراب وقلت وعد الوفا وانصفي. يا بوالك يا دنيا اعدلي في دايتك وانصفي، امان امان عيوني. يا بهالغرب احوالي اسمر ضنا حالي، وان كان حبيبك هجر بالله ارحمه حالي حالي. عيونك اخدوني ورميوني وعاخر دنيا ودوني، ومن اخر دنيا جابوني وما بعرف وين شلحوني. عيونك اخدوني ورميوني وعاخر دنيا ودوني، من اخر دنيا جابوني وما بعرف وين شلحوني.
الله سلحوك لعنا على الاستوديو. نحن مبسوطين بالجاي لعندكم طبعا. اهلا وسهلا فيكم. جميل، انت طالب هندسه كهربائيه وبتعزف على العود، كيف عم توفق بين الدراسه والموهبه، وخاصه بنعرف انه يمكن حفلات وكثير عم ياخذ من وقتك هذا الشيء، وكيف امتهنت ايضا العزف على العود؟ هلا بالبدايه كل انسان عنده موهبه، انا اكتشفت هاي الموهبه وبفضل الله وبفضل الاهل اشتغلت على حالي والحمد لله يعني توفقنا بهالشغله، وشفت يعني الناس حبت الشيء اللي عم بيشتغلوا كان في تفاعل كان معي والحمد لله يعني صرت اكيد لكم سنتين مع بعض بلشتوا مع بعض ونجحتوا مع بعض، وكثير من المهرجانات يلي عملتوها واخيرا كان مهرجان المحبه، المهرجانات شو الاضافه اللي عم تضيف لكم اياها بمسيرتكم الفنيه؟ هي تجربه حلوه، الواحد بيتعرف على اجواء ثانيه، مثلا المهرجان بتعرفي انت له رشته هيك بهجته، يعني اسم كبير المهرجان، الواحد اذا طلع بالمهرجان ممكن ينعرف اكثر، يشوف في تجربه حلوه كثير، بصير عنده مساحه اكثر، ينعرف اكثر، ينشهر اكثر. نحن بدنا نسمع، جايين نسمعكم. كرم عينكم. شو بدكم تسمعونا كمان؟ رح نسمعكم شيء طربي هلا. يلا. دائما لكل فنان رسالة، خلينا نحكي على رسالتك بالفن، شو هي؟ هلا رسالتنا بالفن انه نسمع الناس الكلمة الحلوة واللحن الحلو والتراث، تراثنا الحلو طبعا نحن، ونحاول كمان نعمل شيء جديد او نعمل توزيع جديد لاغاني جديد، اغاني قديمة حلوة الناس بتحب تسمعها، مشان نخلي هذا التراث موجود دائما بشكل دائم، لانه في ناس في جيل جديد مو دائما بيسمع كل هذا الشيء، يعني الشيء القديم ما بيسمعه، نحن عم نحاول نشتغل على هذا الشيء. عم تغنوا كل الالوان بس انتم اليوم جايين من اللاذقيه. اكيد ونحن كثير مشتاقين لنسمع اغاني تراثيه من اللاذقيه الحبيبه. رح نسمعك اغنيه سمعونا للبحر كمان. يلا. حلمك علينا يا بحر ينفرق الأحباب، ريحة حبايب يا بحر ولا الهوى كذاب، حلمك علينا
يا بحر يمفرق الأحباب، ريحة حباي يا بحر ولا الهوى كذاب، يا تارك النهدات علمينا كيف لك أدب تطوي أمانينا، يا تارك النهدات علمينا كيف لك قلب تطوي أمانينا، ضلك بحر آه يا بحر لملم دمع غياب. كنا حبايب واسأل هالموجات، واليوم صار النوى يضحك على الأرض. كنا حبايب سوا واسأل هالموجات، واليوم صار النوى يضحك على الأرض. يا ما بحبك سافرت فينا، يا ما غرملك همنا نسينا، يا ما بحبك سافرت فينا، ويا ما غرملك همنا نسينا، نسيت الوفا والوفا طبعك يا ابو الاحباب، طبعك يا ابو الاحباب، حلمك علينا يا بحر يا مفرق الاحباب، ريحه حباي يا بحر ولا الهوى كذاب، حلمك علينا يا بحر يا مفرق الأحباب، ريحة حبايب يا بحر ولا الهوى كذاب. يسلم هالصوت، شكرا لكم، شكرا لوجودكم معنا، اكيد بنتمنى لكم دائما التميز والتألق الدائم. شكرا والحمد لله على سلامتكم مره جديده. بس في شغله بدنا نحب نوجه تحيه للاخ الصديق العزيز عقربنا كثير اللي فضلنا نحن اليوم نحن طلينا معكم بالحلقه، الاستاذ عزيز الصالح، بنوجه له تحيه شكر كبير. اكيد ونحن بنوجه له تحيه ونورتوا صباحنا، واهلا وسهلا فيكم. صباحكم جميعا وصباح صباحكم واهلا وسهلا فيكم وجيش الوطن طبعا وقائد الوطن، وكمان هيك تحملوا سلام للقلاديه واهلنا باللاديه. شكرا لوجودكم معنا.